منتخب تشاد. انا اسف. خلينا نطلع نشوف ماذا قال عن هذا الامر ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. هي المشكله مش في 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 المدرب المصري، المشكله في مشكله كبيره جدا في الرخص الافريقيه اللي الاتحاد المصري بيعملها والاتحاد الافريقي. للاسف الاتحاد الاسيوي غير معترف بالرخص الافريقيه دي، وبالتالي لما بتيجي للمدرب المصري فرصه في اي نادي وخصوصا تبع الاتحاد الاسيوي بيضطر يعادل الرخصه الافريقيه بسبب عدم اعتماد الاتحاد الاسيوي للرخصه الافريقيه. فنرجع نقول ان ايه المشكله؟ المشكله عند الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري، لان المفروض الاتحاد المصري لما يجي يعمل رخصه المفروض يعملها بالشروط الدوليه المعموله عشان يعترف بها. طبعا للاسف بيبقى الهدف في الاتحاد المصري هو ازاي ياخدوا يجمعوا فلوس من المدربين عشان ياخدوا ثمن الرخصه ويدوهم شهاده وخلاص، وفي الاخر يطلع المدرب عشان يشتغل بيها يبقى مش معترف بيها فالتعاقد بيفشل. يعني يمكن انا زي ما قلت لك مسكت كذا نادي في اسيا تبع الاتحاد الاسيوي، انما انا اللي عافاني من الموضوع ان انا مدرب منتخبات، دربت منتخب تشاد، وبالتالي مدرب منتخب اذا كان منتخب اول المفروض بيبقى مستواه عدى موضوع الرخص ده. بالنسبه لمصر بقى ده موضوع تاني خالص، الشغل في مصر بيختلف. يمكن انا قعدت من سنه 2008 2009 لحد 2019 وانا بدرب خارج مصر. بالنسبه طبعا المشكله الثانيه اللي بتتكلم عليها وهي ان ليه المدرب مش مطلوب، وخصوصا كمان في مصر او في افريقيا. في مصر مشكله بتتحكم فيها طبعا وجود وكلاء او سمسرة كتير هم المسؤولين عمليه انتقال المدرب من نادي لنادي، وبالتالي في العالم كله المفروض ان بيبقى كل وكيل اعمال او وكيل مدربين المفروض بيكون معاه رخصه زي المدرب بالظبط، وبالتالي العمليه بتبقى مقننه شويه. عندنا في مصر طبعا كل اي حد من حقه ان يشتغل في مجال الوكلاء او السمسره بدون رخصه بدون اي حاجه، فبقوا اكتر من عدد المدربين نفسهم واكتر من عدد اللعيبه، وبالتالي بيقدر يتحكم في ده يروح او يجي عن طريق علاقاته برؤساء الانديه او باعضاء مجلس الاداره، مش عن طريق ان السي في بتاع المدرب ده كويس او وحش. لا، هو العمليه اذا كان عمل ديل خلاص مع اي مسؤول فبينجح انه يفيد ويستفيد، وطبعا كلنا فاهمين انا اقصد ايه، وبالتالي يفيد ويستفيد بالمدرب كويس وحش بيبقى مخسر فرقه هنا او موقع فرقه هنا ومنزل فرقه وتلاقيه بعديها باسبوع مسك فرقه تانية نتيجه العلاقات، والمدرب اللي هو محترم اللي هو بيشتغل صح وملوش دعوه بالعلاقات دي وملوش دعوه بموضوع السماسره والكلام من ده طبعا تلاقيه قاعد في البيت. طيب ليه ما المدربين بصفه عامه المصريين الطلب قل عليهم في الخارج؟ ده موضوع ثالث خالص. ونتيجة ايه؟ طبعا انت عارفة ان المنتخب المصري بيبقى له رانك او له تصنيف، التصنيف بتاع المنتخب بتاعنا بدأ ينزل نتيجة النتائج اللي مش مظبوطة، نتيجة تفوق الدول المنتخبات الاخرى سواء في اسيا او في افريقيا، وبالتالي اصبح بعد ما كان منتخب مصر ترتيبه التاسع على العالم ايام كابتن حسن شحاتة لما خدنا 2006 2008 2010 بدأ التصنيف ينزل ويتراجع المنتخب بتاعنا وبدأ النتائج تبقى مش مظبوطة، وبالتالي المدرب قيمته بتقل أو الطلب عليه بيقل نتيجة إن خلاص يعني كان أول مصر تصنيفها عالي، فكل ده بيصب في مصلحة المدرب واسمه بيكبر، المدرب المصري عامل نتائج كويسة. المدرب لما أصبح النتائج بتاع المنتخب مش مظبوطة أصبح بالتالي الطلب على المدرب المصري قليل. ضيف إلى ذلك موضوع الرخصة اللي قلت لك عليه، إن يعني أنا عايز أقول لك إن أنا كتير جدا عانيت من قصة إن يبقى النادي مخلص معه متفق معه واتفقنا على كل حاجة ويجي الاتحاد الآسيوي يوقف التعاقد بسبب إن الرخصة الأفريقية غير معترف بيها. في مدربين اتنقلت 5 مرات من أندية السنة اللي فاتت. نتيجة إيه؟
نتيجه الاتحاد المصري بيغمض عينه، يعني بمعنى ان المدرب مثلا يبقى بيكتب في السكور شيت بتاع الماتش المدير الفني فلان الفلاني، اول سنه، ثاني سنه مدير الفني فلان الفلاني، ثالث سنه مش مسموح له انه يشتغل فيكتب ايه المشرف على الكوره في السكور. والاتحاد عارف انه المدير الفني وهو اللي واقف بيدير المباراه، بس ماشي عادي الموضوع مش مشكله. اذا اللوائح بتتعمل بس بيتم حسب اللوائح الشخصيه وحسب العلاقات، المسؤولين في الاتحاد بيبدا يغمض عينه ويبدا مش مشكله يعدي الموضوع، وبالتالي ما بتطبقش الشروط بشكل صح. ينتج عن ذلك ايه بقى؟ ان في مدرب ينتقل خمس ست مرات من النادي ده للنادي ده لانه معاه وكيل شاطر او معاه سمسار شاطر، ويتغلب على موضوع الرخص وموضوع اللوائح اللي موجوده في الاتحاد بالعلاقات الشخصيه، وفي مدرب تاني قاعد في البيت ما بيشتغلش خالص نتيجه ان هو ملوش علاقات خالص.